مساء الخير جورج. من بعد غياب عن الأغنية اللبنانية والمصرية بسبب تركيزها على الأغنية الخليجية اللي أتقنتها، حققت النجمة يارا نجاح كبير بأغنيات ألبوما يا عايش بعيوني وآخرة أغنية بيت حبيبي. فشو بتقول يارا عن هالنجاح وعن تعيينها سفيرة للصليب الأحمر اللبناني وعن تحضيرها لألبوم كامل للأطفال؟ وهل هي جاهزة لتعيش الأمومة؟ منتابع سوا بهاللقاء مع يارا. بيت حبيبي من بعد ما صورتها مع جاد شويري واللي كانت الأغنية الوحيدة المصرية بالألبوم اللبناني، الأغنية أكيد لحب على قلبي من الأغاني اللي كتير بحبها، حبيت أني صورها لأنه طبعاً الشعب المصري كله والفانز كلهم دايماً بيطالبوني أني غني مصري. للأسف بهالألبوم ما لقيت أكثر من هالأغنية، يعني إنه دائما بحب أقدم شيء بيشبهني وقريب. مش غلط من بعد الخليج لفترة طويلة، ما عليه يعطينا للبنانية أغاني لبنانية، ما بنزعل. أكيد أكيد، يعني هالألبوم كله تقريبا لبناني وأغنية وحدة مصرية. نجحوا كثير الحمد لله، يعني كان ألبوم كثير ناجح، حصلت جوائز عليه بلبنان والحمد لله إنه الناس حبوه، هيدا أهم شيء. يارا، تم تعيينك سفيرة للصليب الأحمر اللبناني، قديه مبسوطة بهيدي الخطوة الإنسانية؟ ما فيني أوصف لك فرحتي وتأثري لما قالوا لي، لما عرفت ولما منحوني هيدا اللقب اللي هو سفيرة الصليب الأحمر اللبناني للقيم الإنسانية. أنا بكبر بهيدا الشيء ومسؤولية كتير كبيرة علي، لأنه يعني من هلأ عم نخطط انه شو اقدر اقدم لهم وشو يعني بدي اعطيهم كل شيء ممكن اقدر اني اعطيه لاقدر ان شاء الله اوفي، ولانه 1% من ما هن بيعطونا اياه. عم اعشق انا، عم اخلق من اول وجديد على اسمك انا، عم البس خاتم عمري بالايد. يارا، خطوه جديده رح تقومي فيها وهي البوم غنائي للاطفال. كثير مبسوطه اكيد، يعني فكرة جون ماري أكيد من بعد ما غنيت أغنية غير اللي علي الحق بألبوم، بالعكس تو أغنية للأطفال كتير انغرمت فيها. قال لي جون ماري بعدين خلص فكرة ألبوم كيدز كله للأولاد رح نشتغلها سوا. أنت عندك نقطة ضعف على الأولاد؟ جدا طبعا أكيد، بحب كتير الأولاد وبحب غني كل المواضيع اللي ما غنيتها بعد، غير الحب، غير الفراق، غير المواضيع اللي سبق وغنيتها. تتوقين لأنك تصير أم؟ طبعاً أكيد، يعني مثل أي بنت بتحلم. بحب العائلة، بحب الأولاد، فأكيد يعني نصيب بالنتيجة، مني كتير زعلانة لما مثل ما بيقولوا يجي النصيب. الحمد لله. مغرومة؟ هلأ لا، بتمنى بس انغرم أكيد. يلبق لك يا رب. مرسي شادي، كل ماريتا الحلاني بنت النجم عاصي الحلاني بتستمر بتقديم الأغنيات وخطواتها الفنية واسعة، وآخرها من أجواء عيد الميلاد، فأعاد التجديد وتصوير الأغنية الشهيرة لاست كريسمس اللي قدمها عدة نجوم عالميين منهم جورج مايكل عام 84. بهالتقرير أجواء الميلاد مع ماريتا الحلاني. لا
Last Christmas غنية اللي جددتها هي أصلاً لجورج مايكل، ورجعوا كتير فنانين غنوها مثل تايلور سويفت، كل واحد على طريقته، وأنا اليوم عم غنيها على طريقتي. هلأ أنا صراحة أكيد كنت بفضل تكون غنية خاصة لإلي، يعني غنية لكريسماس أنا كنت عم بعملها إن شاء الله سنة الجاي، بس لأنه آخر لحظة طلعت بالفكرة قلت أنه عبيري أعمل شيء لكريسماس وأنه شيء سريع، فعملت كريسماس كوفر، يعني هي غنية دجا موجودة قديمة وجددناها مع جان ماري رياشي، وعم نصور هلأ الفيديو كليب بجبال، لأنه بتعرف أنت زينة جبال شيء يعني نحن مفروض نكون نفتخر فيها، نفتخر أنه بعد بلبنان في هيدا الجو، أنه الناس عم بتحب تعيش وبتحب الحياة بالرغم من كل المشاكل، فأكيد نقيت هيدا المنطقة وتنوصل رسالة حلوة. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it. بتمنى انه نشوف السلام عنا بالعالم العربي، وانه ما نضطر نفل تنلاقي حياتنا برا، وانه نحن عن جد يعني we deserve انه نكون مبسوطين لانه نحن بنحب نعيش، فاكيد انه بتمنى كل شخص زعلان يبطل يعني يرجع ينبسط وكل عائله تفرح بالعيد. اكيد انا كل شيء بعمله، يعني مثلا هلا بيجوا بيسالوني انه شو العمل الجديد اللي بدك تقدميه، شو انه فيوتشر بلانز وهيك، ما بعرف انا دائما بتسائب هيك، فجاه بتطلع لي فكره فجاه حسب شو عم بعيش شو عم بيصير معي وشو طالع على بالي، واكيد كل مره انه برجع بعمل لكم سيربريز جديده وان شاء الله بتحبون كلكم. هيدي كانت مواضيعنا بنشرتنا الفنية لليلة، تصبحوا على خير.